بالصير. حبيبي خالد انت متى صمت رمضان؟ في اي سن؟ وكيف كانت بدايتك؟ متى صمت رمضان؟ كيف صمت؟ كم عمرك كان؟ شوف اول الايام يوم كنت صغير يعني يا اخي مدح ما كنت انت 8 سنوات 7 سنوات قلنا ما في شيء. كيف كنت تصوم؟ ثاني ابتدائي بعدي اول ابتدائي انا اصوم بسم الله. انا من الروض وانا اذا باقي جاك ذبان نامس عندك الطاسه طع طع قرمعهم اذا باقي قرمعهم يا ابو علي. تبي الصدق ولا اخوه؟ والله شوف انا بصدق وعلمنا كيف بكيت احنا من عاداتنا الطبخ. لا 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 من عاداتنا ان نقلي لن يرى الناس من طبخ. لا انا شوف انا في البدايات شوف البدايات لا يوم عن يوم يوم عن يوم عرفت. والله تغيرت يا ابو علي والله تغيرني تغيرت. لازم تصوم غصب. تخيل بيت كل العالمين الا انت. ليه؟ شوف انا كان اهلي وخرت انت يعني حلو جالسين احنا نسوي حلو يا اخي اكسر صوت كنت مالك مالك ما يطلع بالمايك. لا بس يعني انا ازعاج انا واحد فايش قال؟ كنت اصوم لمين العصر؟ هذا صيامي انا الى عصر الى العصر هذا صيامي بعده خلاص غيرت خالد. الناس يفطرون المغرب انا افطر العصر. عندكم بالدير يطلع طيب هذا بعد يوم قعدت 3 سنوات كذا. لا مو 3 سنوات شلون يعني؟ هذا قعدت يومين كذا اكيد اكيد لمين اكبر شوي لين كذا يعني لمين صرت 10 سنوات كذا. ما شاء الله ما شاء الله يعني في سن الرشد يوم كنت في رابع ابتدائي مثلا تقريبا ما قصرت انت يا حبيبي. على ايام على ايام كنا نصوم وقت دراسه. هذه شيء هذه هذه قشطه طازجه تذكر ذاك الايام؟ انا ما طلعت مو عشان اعرف اذا هذا يوم كنا صايمين ونروح المدرسه تعب تعب لكن تدري ايش اللي قهرني؟ كان رمضان بس تدري ايش اللي قهرني؟ ما في بدنيه ايه يلغون يلغون كيف تبغى تلعب؟ تعال كيف تبغى تلعب وانت صايم؟ ها؟ تشرب مع شوية زرين شوية مضمضة حبيس لا لا شوف